بالنسبه للعشاق الفارات ديال الفيشر انتما كتشوفوا القياسه ديال الدريساج في الاوبالين اللهم بارك. اليوم انا في سوق طيور مدينه اكادير كما كتشاهدوا معنا. بالنسبه للاخوان عندكم كنقول لكم اجواء ديال السوق، انا في السوق اللهم بارك. اللي خصو شي حاجه راه غيتواصل مع الاخوان هنا، واللي شاف الفيديو ما ينساناش يدعموا الاشتراك ديالو على القناه. تحياتي لجميع الاخوان، السلام عليكم. كتشاهدوا الاخوان بالنسبه للاخوان في الحصول على طير القرع انتم اللهم بارك. اليوم الشاره كاينه في نفس طير مدينه اكادير اللهم بارك. انا كما كتشوفوا انا راه الذكور، انا بالنسبه لنا الذكور وبالنسبه للكوينه ها هما الله يسلم المراد. القضيه كما هضرنا عليها ديجا راه اخ ابراهيم كيعجبنا بهذه القضيه هذه، بانه كيكري الكره بوحدو ونتاوي بوحدو كما. وبالنسبه للثمن راه كيقولوا في نتاوي 40 درهم اللهم بارك. بالنسبه للذكور انا 100 درهم 80 درهم الله يسلم. واللي خصو شي حاجه راه كيتواصل معنا على الخاص. هادشي بالنسبه للشيء اللي كيطلبوا الدراري حساب الهاتف ديالهم، والله يسر الامور للجميع. انا اللهم بارك الاخوان بالنسبه للعشاق في الجولد كما كتشوفوا هنا في ياسر اللهم بارك. بالنسبه للعشاق طائر الجولد فينش كما كتشاهدوا معنا، انا كما كتشاهدوا انا بالنسبه انا كوبلات ديال الجولد هنا اللهم بارك. بالنسبه للثمن هو هذا 100 درهم الكوبلة، 100 درهم الكوبلة كما كتشوفوا. بالنسبة لديك الكوبلة ديال الكالفا 250 درهم الإخوة كما كتسمعوا، كوبلة خدامة ديجا اللهم بارك أنتم. وبالنسبة للموانو كوبلة 200 درهم، 200 درهم الكوبلة اللهم بارك كما كتشوفوا. وبالنسبة لهذا الزوجة هذه زوجة هذه 250 درهم اللهم بارك كما شفتوا الاخوان الشاق الفيشر. هذو شنيبرات ياك، هذو شنيبرات باش تكونوا واخدين الفكره على الثمن. بالنسبه ل 250 هذو شنابر الله يسر الامور. وبالنسبه للعشاق طائر طرنجان هذو كما كتشوف اللوبي هذا انتوادي ياك ذكر. بالنسبه للثمن 50 درهم هذا في لاكاج اللهم بارك الاخوان. بالنسبه للعشاق كيصوروا. وبالنسبه لهذ القريه هذا شحال الثمن؟ 150 درهم. وبالنسبه لهذو هادو 200 درهم الكوب 400 درهم زويجه، هادي زويجه الاخوان كيما سمعت الله يسر الله الامور. بالنسبه للي خصو شي حاجه بالنسبه للدجاج هادو لهنا هادو 200 درهم البياسه هادو ذكور اش من الله راس هادو الناس عندهم. بالنسبه للاخوان هادو اللي عرف تعرف على النوع يقول علينا في لي كومونتير اللهم بارك. وبالنسبه للثمن 200 درهم البياسه. بالنسبه للتليفون ديال 066 52 42 21 الله يسر الامور. وبالنسبه للعشاق طائر القناري انتم الاخوه كما كتشاهدوا هنا كوبلا هنا ديال الموزايك احمر جوج وليدات ديالها. بالنسبه لنا كما كتشاهدوا بالنسبه للثمن هنا سي حسن الزوجه هذه زوجه بولادها 500 درهم، هذه زوجه بولادها 500 درهم كما سمعت الاخوان اللهم بارك. وبالنسبه لي انا لي سيباري خاوين هنا شحال 120 درهم هنا. بالنسبه لي سيباري كومبلي هنا كما بالنسبه لي اخوان اللي كيسولوا على لي سيباري هما راه موجودين هذه الايام هنا في السوق عند السي حسن. وبالنسبه لهنا هذا لي مونو هذو ياك هادو 100 درهم الزويجه عندهم كبار هادشي كيما شفتو هادو راه واجدين للخدمه الكبار ياك اللهم بارك. وبالنسبه لي كالوبسيت اللي عندك هنا اليوم السي حسن بالنسبه ل فاس بلون 400 درهم هذيك زويجه هذيك فاس بلون زويجه. وبالنسبه للاخرين هنا هادو كلهم كوبلات اللي عندك هنا هادو زويجه هذا الاخوان كيما سمعتو. بالنسبه للثمن ديال هاد العاديين 300 درهم 300 درهم زويجه الاخوان. وبالنسبه لي موندانا شحال باقي وصل الثمن ديالها 29 درهم 29 20 كيما شفتوا الاخوان. بالنسبه للابيض كلشي هنا لي سبورتر دو فاي اللهم بارك. بالنسبه لي هنا شي بياسه ديال القرعه سي حسن شحال وصل الثمن 120 درهم هادو مزونين ضاربين شويه في لاكاج ياك سي حسن. بالنسبه شحال هادو 120 درهم شحال ضاربين قلتي في القف المده 10 ايام في لاكاج هادو الاخوان كيما شفتوا. بالنسبه هما الاخوان اللي كيصونوا على القرع اليوم كيما قلت لكم السلعه متواجده. بالنسبه لهادو هاد انتيوات هادو شحال انتوا 50 درهم انتوا الاخوان هادو راه قدام ياك اللهم بارك اللهم بارك. بالنسبه لي كاين شي حاجه اخرى لاكاج السياسه كاين شي حاجه ديال القفوز اليوم ولا والو بعتيهم اللهم بارك. المهم نسولوا الناس السياسه على لاكاج بان راه كيصوب لاكاج في السوق ونشوفوا الاخوان الاخرين هنا. بالنسبه للتليفون السي حسن 06 77 61 23 21 الله يسر لك الامور. وجس انا هنا بالنسبه للناس اللي كتسول على لي كانارين اللهم بارك. بالنسبه للطفرات انا راه كولور اورانج هادو. بالنسبه لنا مولاي شحال هادو
150 درهم للكوبلا. هانتوما كيما كاين ماشطو بالنسبه اللي كيصور على لي كاناري هادو اورانج شيميل اللي خصو شي كوبلا 150 درهم. بالنسبه للتليفون ديالك 06 60 02 94 43. الله يسر لك الامور. انا مره اخرى بالنسبه للاخوان عشاق طهارات الكالوبسيت اللهم بارك عليهم كما فاش هذه الناس اللي انقي خونا الرامي الله يبارك ليه. بالنسبه للطفرات اللي عندك انا اخي الرامي خويا ليزابيل بالنسبه للسونطاش وبان لي هذا مال اللوتينو اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالها كلها راس هنا كل حاجه اللوتينو خويا 150 اللوتينو 150 درهم ليزابيل 130 سونطاش 150 درهم. بالنسبه للاعمار ديالو راه شي 3 شهور ونص 4 شهور كما سمعت يا اخوان اللهم بارك. بالنسبه للتليفون ديالك اسي الرام 06 64 913 917. الله يسر الامور وكما العاده التليفون باختصار عيشه درويش. تحياتي عند السي الرامي عند زاد خونا عبد الله اللهم بارك. بالنسبه للعشاق طيور الطبيعه انتم كما كتشوفوا هنا عصفور. بالنسبه للثمن ديال العصفور اسي عبد الله 30 درهم. بالنسبه للبانسو تا هو 30 درهم. بالنسبه للاخوان كما تشوفوا بالنسبه هناك بالي شي بياسات ديال القرعه هذوك انت واف ياك هذوك مبيوعين هذوك الله يسر لهم. وبالنسبه للذكوره هنا الاخو اسي عبد الله كاين واحد تقريبا كيتمو تكير وجوج نتوما. بالنسبه للثمن شحال كتقول سنتاوي؟ تنقول 80 درهم. وبالنسبه للذكوره 100 درهم الذكوره الاخوان كما سمعتوا اللهم بارك. وبالنسبه هنا لهذا اليوتروك هذا السي عبد الله 70 درهم هذا خفيف بلاكاج يعني كيف قديم يلا شهرين عند اللهم بارك. بالنسبه للاخوان بالنسبه لهذا الحداد الزرق الصغير هذا 80 درهم الاخوان بالنسبه لنا. وبالنسبه لهذا اللوبي هذا اللهم بارك 100 درهم هذا قديم فلاك شحال ضرب هذا تقريبا شحال عام يعني دابا عام اللي عنده تقريبا هو عام وزياده اللهم بارك. كما اشتري اخوان اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع السي عبد الله اللهم بارك. بالنسبه للتليفون ديالك السي عبد الله 06 67 27 12 38. الله يسر لك الامور. انا اللهم بارك الاخوان بالنسبه للعشاق طفرات ديال كالوبسيت كما كتشوفوا من هنا بيسال اللهم بارك. بالنسبه لهادو اللي راس عندك هنا خاي الصاد الرباط هنا البايض البايض بلون والفاس بلون لي زابي ياك الحبشي بلون. بالنسبه للثمن شحال كتقول هنا؟ 150 هانتوما الاخوان كما سمعتوا. بالنسبه للوطين حتى هو ياك انا الاخوان كما سمعتوا اي حاجه كلشي تما كيقول 150 درهم فاس بلون اللهم بارك. كل واحد اخر لك داها 06 62 57 25 08. الله يسر لك الامور. انا يا اخوان بالنسبه للعشاق دجاج الزينه كما كتشوفوا معنا اللهم بارك. بالنسبه لهذا اللي رضا دو بادو تشاما دو ياك دو بادو تشاما كلهم ياك كما كتشوفوا هادو راه الفريخات ديالهم. وبالنسبه لهادو الكبار هما هنا. وبالنسبه للثمن ديال هادو شحال؟ الصغار 150 درهم بياسه ياك. بالنسبه لهادو الكبار هادي كوبلا ب 400 درهم كما سمعتوا الاخوان اللهم بارك. بالنسبه للناس اللي كتعشق دجاج الزينه بالنسبه للتليفون ديالك 06 72 74 57 62. الله يسر لك الامور. اللهم بارك الاخوان بالنسبه للعشاق القرع كما شفتوا اليوم راه السوق الحمد لله السلعه واجده فيه اللهم بارك. بالنسبه هنا الاخ جواد بالنسبه للطويرات هذو شحال دايرين هذا؟ اخويا 100 درهم هذو 100 درهم كما سمعتوا الاخوان اللهم بارك. وبالنسبه لهذو اللي معزولين هنا هذا 100 درهم هذا 100 درهم كما كتشوف هذا 120 هنا اللهم بارك. التيوره راه مقفزين قدام هنا خونا جواد بالنسبه شحال هذو الفلاكاج تقريبا شي جوج سيمانات تقريبا ياك اللهم بارك. التيوره باينين ثابتين فلاكاج الله يسر لهم. هذا بالنسبه لاخوان راه 120 100 درهم خصو شي حاجه راه غيتصاوب مع خونا جواد في الثمن اللهم بارك. ودوزو هنا بالنسبه لهذا الكوبلات ديال الفيشر هنا خونا جواد هادو 350 درهم كلشي بحال بحال الاخوان اللهم بارك. غتشوفوا اللوينات اللي كاينين كلشي 350 درهم وكوبلات راه واجدين. وبالنسبه لهذه 400 درهم كما شفتوا اللوين ديالها الله يسر لك الامور. وكوبلة اخرى هنا كما شفت حتى هي 350 درهم. وبالنسبه للثمن ديال الكالوبسيت شحال باقي دايره اخي 150 درهم الحبه كما سمعتوا الاخوان الله يسر الامور. اللي خصها شي حاجه راه يتواصل مع خاي جواد السيد راه كارونتي هنا نفس السوق الله يسر ليه الامور. بالنسبه للهاتف ديالك اخي جواد 06 06 07 00 09 82. الله يسر لك الامور جواد تحياتي مرحبا. انا اللهم بارك بالنسبه للاخوان عشاق طهارات الباجي اللهم بارك كي تشوفوا هنا
ديال الرينبو وحتى ديال الهوغو اللهم بارك. بالنسبه للهوغو انا جالي 75 درهم، وبالنسبه لك البيسه ديال الرينبو 50 درهم كما سمعتوا الاخوه. الله يسر الامور لهم ولا جميع. بالنسبه للتليفون ديال 046 48 65 79 الله يسر الامور. انا بالنسبه للعشاق الباط ديال الاخوان اللهم بارك، هنا الطيسه ديال الهوغو والطيسه ديال الرينبو بانجل لا مخلطه، انا العادي الاصوين اللهم بارك. بالنسبه لسي احمد هاد الشلعه ديال الهوغو 90 درهم، بالنسبه ل سميتو العادي 40 درهم، والرينبو حتى هو 40، بالنسبه للسبانجل كل شيء حتى هو 40. هانتوما كيماش التليفون الثمن راه موحد، بالنسبه للهوغو هو 90 درهم اللهم بارك. بالنسبه لهذا الناس كتسول على البادجي، بالنسبه لهنا اللي يقول هنا محمد 200 درهم البياس هذوك كرة كاملين ياك اللهم بارك. بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي مونو 30 درهم كما سمعت هذاك اللهم بارك. لا استشاع زي تواصل معك الله خاص. بالنسبة للتليفون ديالك محمد 06 68 22 93 الله يسر لك الأمور. عار الاخوان بالنسبة لعشاق القنينة كما كتشوفوا الاراني بين الله يما بارك. بالنسبة لعمر السمية ديال هادو تذكرنا بالسمية شهر شيلا اللهم بارك. هادو صغار ياك يعني. بالنسبة للثمن ديال هادو سنين تقريبا العمر شحال يكون عند هادو شهرين كما سمعت الاخوان اللهم بارك. وبالنسبة لهادو اللي هنا هادو كبار ياك يعني. هادو كبار تا هما نفس شهر شيلا الاخوان كما سمعتوا اللهم بارك. بالنسبة لعشاق ارانيب وبالنسبه للثمن ديال الكبار 120 درهم بياس على اخوان كما سمعتوا الله يبارك لك. تا هما المهم بالنسبه الوزن والحجم هو اللي كيقول العمر. بالنسبه للثمن ديالو قلتي 120 بياس هادو. بالنسبه للتليفون 07 01 08 69 57 الله يسر لك الامور الدعومه. وبالنسبة هنا فيما سمعتوا الاخوان نسع الشاق ديال الطائر الحسن هنا بالنسبة هنا بياسة اللهم بارك. بالنسبة لها طويرة هادو الذكور هادو اللي معزولين كلهم ياك هادو ديجا محمرين في لاكاج ولا لا محمرين في لاكاج تقريبا الاخوان كيما كتشوفوا قرع من القرع ولا هاد الجوج هما اللي من القرع ياك هادو قرع هادو اللهم بارك باين هادو الجذور اللي هنا الاخوان كيما شفتوا. بالنسبة للجذر شحال الثمن ديالو 250 درهم. بالنسبة هادو اللي قرع حمر 300 درهم الاخوان كما سمعتوا اللهم بارك. عندهم هادو راه ليكم اخر قرع ديجا حمروه هنا في الخوزه عندهم الله يبارك. وبالنسبه لهادو هنا جذور هادو بالنسبه للجذور الثمن 250 كلشي 250 بحال بحال. بالنسبه للقرع هادو المعزولين 150 درهم الاخوان كما سمعتوا. بالنسبه لهادي هنا انتوا هادي ايوا بشحال انتوا عام ونص هادي اللي عندنا. بالنسبه للثمن ديال 200 درهم كما سمعتوا الاخوان واللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع الاخر. خلينا التليفون ديال 06 11 86 75 77 تحياتي الله يسر لك الامور مرحبا. انا اللهم بارك على الاخوان. بالنسبه للعشاق الاكواريوم انتم كما كتشوفوا الديكور اللهم بارك يعني خونا بدر هنا الله يسر الامور. بالنسبه لهذا اخاي بدر الديكورات هادو هادو 300 درهم الواحد كاين اشكال راه غير عرك هذا راه شونتيو عندك هنا ياك اه كما سمعت الاخوان هذا راه شونتيو عنده اللي خصو شي حاجه راه اخ عنده محل خونا بدر عنده المحل في بيوكرا اللهم بارك. والمهم راه اللي خصو شي حاجه يتواصل معاه. بالنسبه للكاج عندك هنا حتى هما ياك بالنسبه للكاج هنا عند اخ بدر هما الاخوان كما شفتوا الديكور الشكل اللي عنده وكل شيء راه بالسري اللهم بارك. خدمه نقيه الله يسر الام. بالنسبه لهاد الكاج اخويا بدر شحال كتقول؟ نقولوا 70 ديال الشوك هادو 70 درهم ديال الشوك اي نوع جبتي لي شونتي اي شونتيو يخدم لك عليه كما سمعتوا الاخوان انتم كما سمعتوا الكلمه اللي قال لك اي الشكل ديال القفص بيتي يخدم لك عليه يخدم لك عليه بالنسبه كما شفتوا هنا. وبالنسبه لهادو اللي هنا هادو 80 درهم الواحد هادو 80 درهم انتم كما بالنسبه للعود ديالهم حتى هما ليتر ولا لا هذاك العود عادي العود عادي متانت ياك اللهم بارك كما سمعتوا. ما خصوش حاجه راه يتواصل مع خونا بالنسبه للتليفون ديالك باضر 06 72 82 45 38 الله يسر لك الامور تحيه ديال دابا تبارك الله فيكم. ندوزو هنا عند خونا مصطفى اللهم بارك. بالنسبه للقفوزه ديالو حتى هو كما شفتوا لي الكاج اللي عندنا الاشكال اللي كاينين انتم الاخوان خدمه متقونه تقليديه الله يبارك. بالنسبه لهذا لي كاج اسي مصطفى 150 درهم 150 درهم هادو. بالنسبه لهذا الكبير هذا كلشي بحال بحال شكل واحد
هادوك اللي من هنا هذا 120 درهم الاخوان كما سمعتوا، وبالنسبه لهذا اللي هنا هادو 150 درهم الاخوان كما سمعتوا، وبالنسبه لهاد الصغار هادو 80 الاخوان. انتم الشكي انتم كما شفتوا الشكيل ديال الصغير اللهم بارك، هذا 80 درهم وكل شيء خدمه نقيه كما قلت لكم، والعود ديال الليطر ياك، وبالنسبه لهذا اللي قلتي ب هذا 100 درهم بالكاج بالصندوقه ديالو فوندا اللهم بارك. اللي خصو شي حاجه راه غيتواصل مع السي مصطفى على الخاص. بالنسبه للتليفون ديالك السي مصطفى 06 48 25 95 06. الله يكبر بك الله يسر لك الامور. انا اللهم بارك. بالنسبه للاخوان عشاق طفرات الباجي اللهم بارك، كتشوفوا هنا قطعه ديال رينبو وقطعه ديال الهوكو اللهم بارك. بالنسبه للهوكو هنا جليل 75 درهم، وبالنسبه لك القطعه ديال رينبو 50 درهم كما سمعتوا الاخوان الله يسر الامور لهم والجميع. بالنسبه للتليفون ديالك 06 40 48 65 79. الله يسر الامور. انا بالنسبه للعشاق الباك ديال الاخوان اللهم بارك، هنا القطعه ديال الهوكو والقطعه ديال رينبو بانجل السلام خلطان العادي الاصوين اللهم بارك. بالنسبه لسي احمد هاد الشلعه ديال الهوكو 70 درهم، بالنسبه ل سميتو العادي 40 درهم، والرينبو حتى هو 40، بالنسبه للسبانجل كل شيء حتى هو 40. هانتوما كيما شفتو الاخوان الثمن راه موحد، بالنسبه للهوكو هو 90 درهم اللهم بارك. بالنسبه للناس اللي كتسول على الباتشي، بالنسبه لهنا لي جولد هنا محمد 200 درهم البياس هذوك كره كاملين ياك اللهم بارك. بالنسبه لي انا وبالنسبه لي مونو 30 درهم كما سمعت هذاك اللهم بارك. لا شي حاجه يتواصل معك على الخاص. بالنسبه للتليفون ديالك احمد 06 62 88 22 93. الله يسر لك الامور. عارا الاخوان بالنسبه للعشاق القنينه كما كتشوفوا الاراني هنا اللهم بارك. بالنسبه لعمر السميه ديال هادو ذكرنا بالسميه شارشيلا اللهم بارك. هادو صغار ياك، بالنسبه للثمن ديال هادو 70 تقريبا. العمر شحال يكون عند هادو؟ شهرين كما سمعت الاخوان اللهم بارك. وبالنسبه لهادو اللي هنا هادو كبار ياك، هادو كبار تا هما نفس شارشيلا الاخوان كما سمعتوا اللهم بارك. بالنسبه للعشاق ارانيب، وبالنسبه للثمن ديال الكبار 120 درهم بياس الاخوان كما سمعتوا الله يبارك لك. لا هما صغار، المهم بالنسبه للوزن والحجم هو اللي كيقول العمر. بالنسبه للثمن ديالو قلتي 120 بياس هادو. بالنسبه للتليفون 07 01 08 67 57. الله يسر لك الامور ودا عمر. انا الاخوان بالنسبه للعشاق طفرات ديال الفيشر اللهم بارك. بالنسبه لنا الاخ محسن كما بالنسبه للسي محسن هنا قلنا بالنسبه لهذا اللي راسي عندك انا السي محسن اخويا الصابل كنقول لك الصابل هما هادو كوبلات ب 500 درهم ديال الصابل اللهم بارك. وبار بلو هاي 400 درهم شنيبير هذاك ياك البورتور ديال اوبالي 250 درهم اللهم بارك. وبالنسبه لهذه البيسه هذه اللي عندنا هنا هذيك اوبالي كنقول لك 400 درهم هذه 400 درهم ديال دريسيه. ها انتم الاخوان كما شفتوا اللهم بارك داكشي اللي كنقول لك خدمه دريسه مساهمه من عند السي محسن اللهم بارك. الله يكبر بك انتم كما سمعتوا الاخوان السلاح عند خونا محسن الله يسر الامور ليك. وبالنسبه لك لوبسيت هنا هذا السيد هذا اخ ادم هنا هو السي ادم احيتي السي ادم. ها هنا الاخوان نشوفوا الشباب ديال سوق التحد ودي فينا شوف فينا باش تعرفوك الناس شي كلمه للمتابعين ديالنا الله يحفظك وقولي عيشه درويش الله يحفظك. بالنسبه للسلعه ديالك اللي عندك هنا اش بلا راسك هذاك الذكر ديال اللوطينو بشحال؟ شحال؟ هذاك ديال المدريسي هذاك دايز دريزا 250 درهم. وبالنسبه لهذا هذا السونطاج كاير هذاك شحال؟ 200 درهم توا. بالنسبه لهذوك البياسات الاخرين كوبرا 15 شحال الثمن؟ 350 درهم كما سمعت اللهم بارك. البياسه اللي شايطه هذه؟
170 درهم اللهم بارك. بالنسبه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معك الخاص عندك التليفون. شوف انت شو جات مع 07 02 59 11 24. الله يسر لك الامور. الله يحفظك. بالنسبه للهاتف ديالك اخي محسن 06 89 47 74 60. وبالنسبه اللي خصو شي حاجه اخرى شي لا راس كاين في الدار اللي بغا كاين البيرسوناتا كاين الاوباري البار بلو. قول لنا الاخوان اش مستعجل انت اخي محسن. البيرسوناتا اوبالي الصابط والنورمال. والنورمال انتم الاخوان اللي خصو شي حاجه مرحبا به. جي تولع وقول له على ما جا باغي يشري شي غالي تولع. جي تولع خونا الله يكبر بك خويا محسن. وعيشة درويش تحياتي. عيشة درويش مرحبا خويا محسن تحيا عليك الله يكبر بك. شكرا تحياتي لك. انا الاخوه اللهم بارك كما كتشوفوا معنا هنا البياسه ديال السنجاب. الناس اللي كتسول على الدريساج ها هي البياسه. انتوا هادي ياك تكير اللهم بارك. انتم بالنسبه للثمن شحال كتقولوا؟ 10000 دريسي هذا كم؟ دريسي هذا. انتم الاخوان اللهم بارك اللي بغى المهم يتواصل الى التليفون ديالك. التليفون ديالك قول لنا النمره ديالك 06 76 66 11 33 الله يسلمك 33 في الاخر. انتم الاخوان كما سمعتوا والناس اللي سولونا هذاك الاسبوع اللي فات على السنجاب دريسي ها هو. الله يسر الامور وعيش يا درويش. انا اخوان بالنسبه لعشاق الحمام الزاجل انتم اللهم بارك الحمام الزين هذا الله يبارك. اخوان بالنسبه للبياسات هنا ديال الطوسي شحال كيدير هاد الطوسيات هادو؟ هذه 40 درهم. انتم بالنسبه للاخوان كما سمعت الثمن اللهم بارك. بالنسبه اللي خصها شي حاجه التليفون ديالك 06 شحال؟ 06 22 51 54 4 87 في الاخر. الله يسر لك. انا وبالنسبه للاخوان انا العشاق ديال السيد انس انتم اللهم بارك. من خاصك تصور ليا انا ماشي مشكل ان شاء الله غادي نديروا هذه القضيه ديال الجوله في الديور ديال الاخوان. هذه انتوا ديال السلام سي هذيك 100 درهم هذيك 50 درهم هذه بالنسبه لي شمن راس هذا الدرهم السيد انس هذه السيد انس في الابيض الاخوان 50 درهم. بالنسبه للاخوان الناس سمعتوا راه اللي باع شي حاجه يجي يتولى عند خونا مصطفى في الدار ويشوف السلعه النقيه اللهم بارك كما شفتوا 06 62 90 36 32 الله يسر لك الامور. مصطفى شكرا وطولوا عين الله يكبر بك الله يحفظك. انا الاخوان عشاق الحمام الزاجل والحمام الزين اللهم بارك كما شفتوا الاخوان هنا الراس اللي كاين هنا. بالنسبه لهنا بالنسبه اللي راس اللي عندك هنا بالنسبه لهذا اللي هنا هذا الكاري هذا ياك بالنسبه للكاري اللهم بارك الاخوان. هو كما كتشوفوا هذا ما كان خير. بالنسبه للثمن ديال هذا الكاري شحال؟ 400 درهم. 400 درهم الكوبرا انتم كما تشوفوا الكوبرا هي هنا. وبالنسبه لهذا هذا راس علي هذا البخاري سميتو البخاري البخاري اللهم بارك فيما سمعتوا. بالنسبه لهذا الكوبرا كاينه ولا بياسه؟ اذكر بواحد شحال وصل؟ 200 درهم الله يحفظك كما شفتوا الدكتور اللهم. وبالنسبه لهذا الكوبرا السنجا ديال سميتو ساكس بي اللهم بارك. بالنسبه للكوبرا ديالو كاينه هو هنا الكوبرا كاينه الكوبرا هذا ولدهم هي مع ولدهم هنا الكوبرا بولدها. بالنسبه للثمن ديالهم 400 درهم 400 درهم كما سمعتوا اللهم بارك. بالنسبه للبياسه هذه اللي كاينه سميتها الكريمي انتم الاخوان كما سمعتوا البياسه اللهم. بالنسبه للثمن ديال هذوك شحال؟ 150 درهم 150 درهم اللهم بارك. بالنسبه لهذا هنا هذو الفراخ ديال الفراخ ديال الكاري هذو هذو الفريخات ديال الكاري الاخوان كما شفتوا هما الاخرين اللهم بارك. عندهم الكاري الابيض واللي خصو شي حاجه راه الاخوان يتواصل مع خونا على الخاص اللهم. بالنسبه للتليفون ديال 06 61 22 46 49 الله يسر لك الامور.